مشاهدينا الكرام، حول التطورات ارحب بضيف ينضم الينا اذا عبر الهاتف السيد محمد ابراهيم الطوخي الكاتب والباحث الباكستاني. سيد ابراهيم، السلام عليكم وتحية لك في البداية. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. اذا انضم الينا عبر سكايب الاستاذ ابراهيم الطوخي. استاذ ابراهيم، في البداية لو طلعنا على خلفيات او الاسباب الحقيقية ان صح القول لهذه الانتفاضة الشعبية الجماهيرية ضد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في بنغلاديش. بسم الله الرحمن الرحيم. كأصل الخلفية، هناك نظام هذه الأيام يعمل في بنغلاديش يقال له نظام الحفر. هذا النظام نافذ في باكستان وكذلك في دول مختلفة، عندنا في شبه القارة الهندية وفي بنغلاديش، أصبح هذا سبب لهذه الاحتجاجات العنيفة، وأصبح سبب أخيرا لإقالة حسينة واجد. أيضا هذا النظام في الأصل كان رائج منذ سنوات في بنغلاديش. هذا النظام في الأصل نظام، معنى هذا النظام بأن الوظائف الحكومية التي هي تجرى إلى الشعب الوطني هي تكون إلى أصحاب، إلى شعب منطقة خاصة أو إلى جماعة مخصوصة. ففي بنغلاديش هناك ثلث أو أكثر من ثلث في مثل هذه الوظائف قد قررت لأبطال حرب الاستقلال، أبطال أو الشهداء الذين قد تشهدوا في حرب الاستقلال. فهذا كان هناك سبب في الأصل، هناك سبب للإنزعاج الكبير. هناك جمعية الطلاب في بنغلاديش، فهذا المحكمة العليا لبنغلاديش في 2018 وقفوا هذا الترتيب، وهذا الترتيب كان متروك وموقوف. ثم الآن في هذه السنة قبل بضعة أشهر هذا قد أجري مرة أخرى. فبعد إجراء هذا النظام مرة أخرى، جمعية الطلاب قد بدأوا الاحتجاج، لكن الاحتجاج كان في البداية احتجاجا، ما كان الاحتجاج عنيف، بل كان الاحتجاج ذا أمن وسلامة. فهم كانوا يقدمون إلى الحكومة بعض المطالبات، بعض الأمور، وكذلك كانوا جمعية الطلاب يطالبون من الحكومة بأن يوقفوا هذا الحكم وهذا القرار. فأصلا هناك الأمر بأن السبب وراء هذا هو سبب نظام الحفر الذي يسمى بالإنجليزية كوتا سيستم. نعم سيد محمد إبراهيم، اليوم المشهد الهروب لرئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة بعد حكمها للبلاد 15 عاما أثار الجماهير، أثار حفيظة حتى المراقبين حول العالم، والحقيقة أيضا أثار بعض التساؤلات حول علاقة الشيخ حسينة بالهند. ما طبيعة وحقيقة هذه العلاقة؟ في الأصل هذه الاتهامات حول حسينة واجد منذ سنوات عديدة، بل منذ 2000 وكذلك في 2001، وكذلك هناك بعض المعاهدات وكذلك الاتفاقيات بين بنغلاديش والهند التي قد تمت. فهناك تلك المعاهدات، وكذلك الاتفاقيات، غير ذلك هناك أمور عديدة التي هي أسباب لهذه الاتهامات، ولعل بعض هذه الاتهامات. أما العلاقة بالنسبة لحسينة واجد مع الهند، فهو ما كان محظور حسب هناك القرارات العالمية، هناك علاقة حسينة واجد كان مشروع، إلا أن هناك الهند قد أصبح عدو لدى بنغلاديش، فما كانوا يحبون الشعب بأي ينتقدون حسينة واجد يد الصداقة.
إلى الهند، فإلى حد القلة هذه تسمى صحيحة، أما حين أوراجد قد اشتهرت لأجل هذه الاتفاقيات ولأجل هذه الأمور والعلاقة الهندية، قد اشتهرت بأنها كانت أحد التي هي قد أقامت النظام الاقتصادي للهند وكان لبنغلاديش، والنظام الاقتصادي كان منهار جدا في بنغلاديش، فبعد حسين واجد أصبح هذا النظام قيما وقويما إلى ما كان. نعم.